يجيو يقراو في وهران وراء الإشكال. يستقبلوهم؟ لا يستقبلوهم أسي. في رانا في واحد الحالة، رانا كما يقول لك بلدية على مستوى ولاية وهران، بصح ما عندهاش مركز تكوين مهني. هادو الناس اللي ما يقروش وما ينجحوش. واه تراك تسمع، السنة هذه مراكز التكوين المهني في وهران راهي فارغة. أيعقل أننا نخليو المراكز في وهران فارغة ونجيو نزيدو نبنيو مركز واحد آخر هنا؟ بصح هاني نهضر معاك، هادو اللي غادي ما ينجحوش في القرار وين نهضر؟ يجيو يقراو في وهران وراء الإشكال. يستقبلوهم؟ لا يستقبلوهم أسي، والله غير يستقبلوهم. وعندنا الأماكن نديرو لهم الداخليات، وعندنا كل الإمكانيات نديرو لهم واش حبوهم. جيبوهم برك سيدي، عندكم اللي استقولوا عليها درك ندخلوها، ما كاش مشكل. سيدي الوالي أنا نسمع بك باللي عندك ضمير. هاني نهضر معاك فيما يخص واحد الأمر واحد آخر. رانا خمس ولاد جاوا لهذه البلدية، ما كاش واحد حلنا واحد المشكل، وهو مشكل السكن. رانا مغبونين بالسكن. انا هضرت مع السكن، راه عندي 47 عام، ما عنديش 47 عام مازال ما ديش سكن. انا درك نتلاقاو، وراه كيفي انا بزاف يا اخي، درك نتلاقاو في تليلات، نتلاقاو في تليلات ونسمعوا بعضنا. اللي هضرت على السكن، السكن هنا لحد الساعة ما تقدرش، ما عندكمش حتى وين تحطوا. راه عندكم بعض السكنات نتاع الريفية ما قيلاش وين نديروها. انا هضرت، قلت درك انا هنايا، قول رئيس البلدية يعطيني انت درك نعطيك 100، درك نعطيك 100 لوجمون. والله درك مدالك صحيح.